ما الذي يحدث في الجزائر؟ سؤال لا يبرح يغادر ألسنة الجزائريين حتى يعود بقوة من هول ما يعيشونه من توالي الفضائح والأزمات والفاجعات والظواهر الغريبة على مجتمعنا، وعلى رأسها التفشي الرهيب للجرائم التي لم يعد ارتكابها مقصوراً على المنحرفين والمسبوقين فحسب، بل تعدى ليتغلغل داخل الأسرة الواحدة الأم والزوج وهلم جراً من الأصول والفروع. جرائم كان آخرها فاجعة مقتل طفلين بحي سيدي مبروك بقسنطينة، واللذين ذبحا على يد والدتهما، أحدهما في الرابعة من العمر والأخرى لم تكمل حتى حولي الرضاعة. وبولاية أم البواقي لم يكد مواطنو هذه الولاية يضمدون جراح فاجعة الطفل نصر الدين الذي قتل على يد زوجة عمه بدم بارد، حتى صعقوا بخبر زوج يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد لأسباب تافهة يقول المقربون. مبررات الجنات في أغلب الحالات هي الاضطرابات النفسية والمس، لكن مختصون يرون أن التفشي الرهيب للعنف الأسري هو أحد تجليات الأزمات المتشعبة التي يعيشها المجتمع وعلى رأسها الأزمة الأخلاقية. الشعب الجزائري يعيش الأزمة بكل أنواعها، اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، دينية، يعني كل هذه الجوانب يعني اجتمعت أن الأشخاص أصبحوا لا يفرقون بين أصولهم وفروعهم. أيضا سياسة العقاب، وفي شيء آخر هو النزعة المادية التي طغت على المجتمع. سبب آخر هو الانهيار العصبي ربما، يعني الحالة النفسية هذه التي تترتب على الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الناس. التطور المتسارع لظاهرة الجريمة في الجزائر ووصولها إلى حد الوقوع بين الأصول والفروع يفرض حسب المختصين دراسة واعية تتوج بإعادة تفعيل أدوار مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية والدينية والثقافية للحد من مواصلة تفشيها، وليس محاولة تطبيعها من قبل البعض الذي يرون في إثارة الموضوع تهويلا للرأي العام بدعوى أن الجريمة ليست حكرا على الجزائر.